أول شيء بدنا نبلش بتعريف التلاسيميا اللي هو مرض دموي وراثي بينتقل من الآباء إلى الأبناء. مرضى التلاسيميا مرضى مزمنين وبدوا الرعاية الصحية مدى العمر. فبكل بلاد العالم في لهم مركز متخصص اسمه مركز تلاسيميا. هلا بظروف الحرب عنا هون بسوريا والمعارك تقطعت أوصال البلد، هدول المرضى ما عاد يتمكنوا يوصلوا لمراكز النظام في سوريا أو مراكز المحافظات، فصار ينقل الدم في مستوصفات أو حتى أحيانا بمنازلهم، يعني بالمنزل يجي الخال يتبرع بالدم مباشرة ينقله للطفل بدون تحليل. حتى للأسف عندي مرضى كتير عندهم صار التهاب كبد سي وبي بسبب نقل الدم بدون تحاليل، بدون إجراء تحاليل عليه، حتى بدون أدنى شروط علمية. فصارت الفكرة عنا هون في المنطقة الشمال السوري اللي هو بضم تقريبا من ريف حماة حتى باب الهواء، انه ما في تقريبا غير هذا المركز بشكل بيخدم بشكل جيد ومخصص لهؤلاء الأطفال. صار عنا ومسجل بالاسم الثلاثي وبالإضمارة 192 مريض تقريبا عم نقدم له خدمات طبية كاملة. طبعا الأدوية اللي بتوفرنا اللي احنا بنوزع عليهم، يعني إذا ما توفر ما فينا، يعني ما فينا نقدم له شيء. اللي بيتوفر لنا الأدوية بنوزع عليها، باقي الخدمات الأساسية هي التحاليل، تحاليل دورية كل ما بيجي المريض بنسحب له التحاليل وبنسوي له الزمرة وبنسوي له اتصاله وبننقل له الدم مع الأجهزة والقسطرة والى اخره، مع السيروم المالح، مع الإبر المضادات التحسس، هي كلها هي روتينية، كل ما بده يجي لعنا بدنا نعطيها هون، هي كلها كل شهر مجانية ومتوفرة ان شاء الله على طول هي. لكن الأدوية النوعية لخلب الحديد أو سحب الحديد هي أدوية غالية كتير كتير، وإن شاء الله في يعني أهل الخير في منظمة إن شاء الله وعدتنا يدعمونا وإن شاء الله دعمونا هنين. كنا نروح على حماة وانقطع طريق حماة عند النظام اللعين، خلص يا بابا خلص، اللي دمر بيوت أهالينا ونحن مشردين هلق هون، خففت تكاليف الأطفال كلها وعم نجي لهون نحط دم أخيو، بينما كنا نروح لهناك أخيو في مصروف كبير، ونحن هلق مشردين أخيو بهالمنطقة هاي.